الأسبوع اللي فات وزير المالية خرج علينا بتصريحات بيقول فيها إن مصر رفضت قرض من صندوق النقد الدولي، وهو قرض سريع، قرض طوارئ. القرض كان مقداره 750 مليار دولار. السبب على لسان وزير المالية هو إن مخاطر هذا القرض عالية، ولكن مصر في نفس الوقت ما زالت بتسعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الآخر اللي هو 4.8 مليار دولار أو تقريبا 35 مليار جنيه. طب إيه الفرق ما بين القرض ده والقرض ده؟ كيف تدير الدولة في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده موردها الاقتصادية؟ وكيف تنعكس هذه الإدارة على المواطن البسيط اللي زيه زي حضرتك اللي مش عارف هل يدخر ولا يستثمر ولا يربط الحزام تماما وما يعملش أي أنشطة اقتصادية دلوقتي؟ هيجاوبنا على هذه الاستفسارات كلها الدكتور خالد زكريا، أستاذ الاقتصاد وعلوم الإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور خالد. خلينا الأول نفسر الالتباس اللي عند البعض الغير متخصص، زي ليه الدولة رفضت القرض اللي ب 750 مليون دولار من صندوق النقد؟ مبدئيا احنا لازم نتكلم ان السبب ان الدولة بتحصل على القرض دوت انها عندها فجوة تمويلية كبيرة، بمعنى ان الدولارات اللي هي بتخش الدولة اقل كتير جدا من الدولارات اللي بتحتاجها الدولة، فبالتالي هي محتاجة آلية للتمويل وبالذات تمويل بالعملات الخارجية. الفجوة التمويلية دي تقريبا وصلت يعني 14.5 مليار دولار، وفي طريقها انها على نهاية السنة الجاية ممكن توصل 19.5 مليار دولار. ومن هنا كانت الفكرة ان انا بدور على آليات للتمويل. احد اهم آليات التمويل اللي هي متاحة لينا باعتبارنا عضو من اعضاء صندوق النقد الدولي هي فكرة ان احنا نلجأ لصندوق النقد الدولي ان احنا ناخد منه قروض. صندوق النقد الدولي عنده آليات مختلفة، في آليات للدول اللي هي عندها أزمات، اللي هي منها الآلية اللي هي مطروحة حاليا اللي هي الخاصة بالقرض قصير الأجل الطارئ. القرض الطارئ قصير الأجل ده يعني بيتم إعطائه للدول في حالات الأزمات، في حالات لما يبقى عندها أزمة حادة في ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات ده اللي بيقيس إيه الدولارات اللي دخلت لي وإيه الدولارات اللي خرجت من عندي، فبالتالي الفرق بينه لو بالناقص ده معناه إن أنا عندي عجز في العملات الأجنبية. الآلية ديت بتبقى موجودة وتم استخدامها في عديد من الدول، يعني اليمن خدت قرض بنفس الطريقة في سنة 2012، وقبل كده لبنان خدت في 2008، وتركيا خدت في 2001 وهكذا، ففي الدول بتستخدمه. ليه رفضناه بقى يا فندم؟ احنا رفضناه ليه؟ احنا الهدف من ان احنا نخش في صندوق النقد الدولي او في الآلية التانية اللي هي الخاصة بالقرض ب 4.8 مليار دولار، هي فكرة ان الحكومة مش بس كانت عايزة الفلوس اللي هي الدولارات او التمويل، لكن هي كمان كانت عايزة شهادة من البنك من صندوق النقد الدولي بيقول والله ان الاقتصاد المصري بيتعافى وانه على طريق جيد وسليم، وبالتالي دوت يدفع مجموعات اخرى من المستثمرين الاجانب ومن الجهات الداعمة الخارجية زي الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي ان هو يخش ويبتدي يدي لمصر باكجز تمويلية. هذا هيتحقق مع القرض ابو 4.8 ومش هيتحقق مع القرض قصير الاجل. طب انا عايز اكمل مع حضرتك اسباب الرفض لهذا القرض واسباب سعينا للقرض الاكبر، ولكن هستاذن حضرتك نروح لنقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الاداره والنقيب الصحفيين، وزميلنا حسام حداد موجود في النقابه. صباح الخير يا حسام، لو ممكن تقول لنا الاعداد هل تزايدت الى درجه تصل بالحكم ان احنا هيبقى عندنا انتخابات النهارده؟ يعني هي بالفعل الاعداد بدات في التزايد بقى، يعني من الواضح من الصوره الخلفيه ان الاعداد بدات في التوافد لتسجيل في الجمعيه العموميه اليوم بنقابه الصحفيين في عمليه او الانتخاب التجديد الجزئي لعضويه نقابه الصحفيين. عندما تحدثنا مع الموظفين الاداريين المسؤولين عن تسجيل الاسامي يعني لم يستطعوا ان يعطونا رقما محددا، وقالوا ان الرقم الاول سيصدر في حدود الساعه 12 ظهر اليوم، لكن الاعداد بدات في التزايد مقارنه بنفس التوقيت في الجمعه قبل الماضيه. ايضا يعني يمكن كان اهم الحضور من المرشحين اليوم حتى وقتنا هذا الأستاذ ضياء رشوان والأستاذ عبد المحسن سلامة الذين
رشحوا أو رشحوا أنفسهم على مقعد النقيب، أيضا من رشحوا لعضوية مجلس النقابة أبرز الحضور منهم الأستاذ خالد البلشي والأستاذ أحمد حسن الشرقاوي والأستاذ يوسف عبدو والأستاذ عصام مليجي. يعني الجدير بالذكر صباح اليوم في حدود الساعة 9 أو 8:30 من صباح اليوم كان هناك تواجد ملحوظ وكثيف لقوات الأمن المركزي، يعني تحيط بالسرادق الذي تقام به الجمعية العمومية، ثم انتشرت قوات الأمن المركزي والقوات الشرطية حول مقر نقابة الصحفيين لتأمين مقر الانتخابات. من الممكن أن يكون هذا التأمين بعد ما حدث في الجمعة قبل الماضية من اشتباكات ما بين المؤيدين والمعارضين للنقيب السابق لنقابة الصحفيين. أما الأوضاع فهي هادئة تماما حتى الآن، ومن المتوقع كما صرح لي أحد الموظفين الإداريين بالنقابة أن يمتد التصويت بعد 12 من ظهر اليوم ساعة تلو الأخرى حتى الوصول إلى الساعة 3 ظهرا. فإذا هنتابع معك عملية التصويت وعملية النفوذ فتؤدي المشاركين من الصحفيين إلى نقابة الصحفيين، ولكن بعتذر لك هرجع للاستوديو بسبب ضيق الوقت. لسه مشرفني في الاستوديو الدكتور خالد زكريا أستاذ المالية العامة والإدارة الحكومية بالجامعة الأمريكية في القاهرة. دكتور خالد، حضرتك كنت بتتكلم قبل ما نخرج لنقابة الصحفيين عن إن القرض اللي هو العاجل اللي اقترحوا علينا صندوق النقد في الأسبوع اللي فات ورفضناه 750 مليون دولار ده لن يأتي بشهادة إلى الحكومة المصرية تقول إن الاقتصاد ابتدى يتعافى، وعلشان كده الحكومة لحد ما رفضته وبتطلب القرض الأكبر اللي هو 4.8 مليار دولار اللي بيقول ان الاقتصاد ابتدى يتعافى. مظبوط التلخيص ده؟ ده حقيقي، لان فعلا القرض اللي هو 750 ده بيعطى للدول اللي هي يكون حاله الاقتصاد فيها هشه، ولما يكون الحاله العامه بالتالي ده ضد الغرض اصلا. بالظبط، الحاله العامه لا تسمح بتنفيذ البرامج الاقتصاديه. يعني انا ما عندي برنامج اقتصادي قدمته الحكومه لصندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد الدولي لما بيعرض دوت ده معناها ان هو شايف ان الاوضاع في جمهوريه مصر العربيه لا تصلح او هشه بدرجه لا تتناسب مع تنفيذ الالتزامات اللي وضعتها الحكومه المصريه في الاتفاق. فبالتالي وده توصيف مناسب يا فندم؟ هو توصيف، يعني خلينا نقول ان هو توصيف طبعا يعتبر قريب وفقا للحاله السياسيه والامنيه اللي احنا بنشوفها حاليا. يعني انا تخيلي ان هو التوصيف دوت او وجهه نظر صندوق النقد في هذا الاطار ما بتاخدش بس في اعتبارها المكونات الاقتصاديه والماليه والنقديه، لكن هي بتاخد كمان الاطار السياسي والامني على اعتبار ان دوت بيديني رؤيه لتوجه الاقتصاد والاستثمارات خلال المرحله القادمه، فهو بيبص ليها باعتبارها انها باكج متكامله. فالفكر هنا بيخلي صندوق النقد يعرض هذا، لكن انا تخيلي ان يعني رفض الحكومه المصريه انا تخيلي ان دوت بيحط الضغط على صندوق النقد الدولي، وانا يعني شايف ان هو الرفض في الحاله ديت هو الافضل، يعني هو القرار الاصوب من فكره ان احنا ناخد القرض اللي هو القصير الاجل اللي هو القرض الطارئ. لان ايه نوع الضغط ده فن؟ هتقول ان الرفض يحط ضغط على صندوق النقد الدولي، شكله ايه الضغط ده؟ مبدئيا لازم نعرف ان مصر مش دوله صغيره في المنطقه ديت. مصر كمان عندها علاقات دوليه كبيره، وبالذات مع القوى الرئيسيه المؤثره في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بالذات الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي. فبالتالي انت لما بتقول ان انا مش هاخد القرض دوت، فانت بترغم صندوق النقد الدولي ان هو يخش معاك في المفاوضات او يستمر في المفاوضات على القرض الكبير اللي هو بيدي النوع من انواع الشهادة. وفي الحالة ديت الدول ديت ممكن تبتدي تمارس ضغط داخل صندوق النقد الدولي على اعتبار ان هو يوصل مع جمهورية مصر العربية لاتفاق. بس حتى الان يا فندم اسمح لي بالمقاطعة طبعا عذرا، لكن حتى الان المفاوضات ما بيننا وما بين صندوق النقد الدولي علشان اخد القرض اللي هو 4.8 مليار دولار او 35 مليار جنيه ده، حتى الان المفاوضات دي مش رايحه لحته. احنا ما بنشوفش تقدم، ولا في تقدم لا يعلن للناس؟ لا، هو خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان احنا كنا يعني في شهر يناير اللي فات كنا قاب قوسين او ادنى من توقيع هذا الاتفاق. بعدين طلع الاعلان الدستوري. دي كانت واضحه جدا، يعني كان واضح ان انت خلاص وصلت لهذه المرحله، وبالتالي ده معناها ايه؟ معناها ان الاساسيات الخاصه بالاتفاق نفسه بين الصندوق النقد والحكومه فيما يتعلق بالايرادات وفيما يتعلق بالنفقات وفيما يتعلق بالديون والعجز في الموازنه العامه للدوله كان في اتفاق فني على هذه الأمور. وبالتالي أنا تخيلي أن الإطار السياسي
هو العامل المشكلة الأساسية، الإطار السياسي والإطار الأمني والغياب اللي هي الرؤية السياسية اللي هي تعتبر الأساس. يعني أنا بتكلم في دولة عندها استثمارات بتيجي من بره كبيرة، بتكلم في دولة بتعتمد على السياحة، بتتكلم في دولة بتعتمد على قناة السويس، فبالتالي هي مدى تعرضها للعلاقات الخارجية أو مدى تعرضها مع الخارج كبيرة، فبالتالي الجوانب ديت هي الجوانب الرئيسية اللي بتحكم أي نوع من أنواع الاتفاقات اللي احنا بنقول عليها البيئة بتاعة البزنس أو بيئة الأعمال. فبيئة الأعمال فيها مشكلة حقيقية في مصر نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية، ومش بس بقى التعقد بتاعها، فكرة غياب الأفق. يعني أنت ممكن يكون عندك وضع سياسي معقد، وضع أمني معقد، لكن عندك خطط واضحة وعندك توافق بين القوى السياسية الرئيسية بيخلي الناس عندها أنا عندي حالة عسر اقتصادي ومالي هيستمر لمدة سنتين ثلاثة، لكن في اتجاه في الآخر للخروج منه. فده اللي عامل الأزمة. لكن هو احنا بنتكلم على الاتفاق بياخد وقت برضه في الوصول ليه، لان الخطه الاقتصاديه والماليه الاصلاحيه لازم تكون جزء من القرض. حضرتك متفائل ان مصر هتاخد القرض الكبير 35 مليار جنيه اللي هم 4.8 مليار دولار؟ انا عندي قناعه انها تبقى عمليه صعبه، لكن في نهايه المطاف احنا عندنا قدره ان احنا ناخد دوت، مش بس القدره الاقتصاديه والماليه يعني هي، لكن احنا القدره هي فكره كيفيه استخدام العلاقات الدولية وكيفية كمان تهدئة الوضع الداخلي. لأن يعني في النهاية أنا ما ينفعش أن أنا يعني حتى لو ليا اتصالات بالدول الخارجية أو كده، أنا لازم يكون عندي الإطار الموضوعي متواجد ومتوافر اللي هو يقدر يخليني أمارس الضغط. إمتى لو هناخده دكتور خالد، لو هناخد هذا القرض الكبير 4.8 مليار دولار، إمتى سنتمكن من الحصول عليه؟ يعني خلينا نقول حاجة، ال 4.8 احنا مش هناخدهم مره واحده. يعني الاتفاق مع صندوق النقد هناخدهم على دفعات. فبالتالي احنا هناخد ال 4.8 دول على مده ما تقلش مثلا عن سنتين ثلاث سنوات حسب الاتفاق فيه. لكن هي الفكره ايه، ان في باكجز كتيره جدا كانت مربوطه على هذا، زي التمويل اللي هو جاي من البنك الدولي، تمويل جاي من الاتحاد الاوروبي، تمويل جاي من بنك التنميه الافريقي، تمويل تاني جاي من البايلاترال بقى اللي هي الاتفاقيات التعاون الثنائي وهكذا. الاتفاقيات دي كلها جزء منها متوقف على هذا القرض، فبالتالي لما أنا يبقى عندي هذا القرض أو أقدر أحصل عليه هيشجع مجموعة تانية من المانحين أو من المعطيين للقروض إنهم يجوا. فهذه الفكرة، يعني هم الرفض جاي من هنا، يعني أنا في حاجة ل 200 مليون دولار مش 750 مليون دولار، لكن هي الفكرة إن في الأمد المتوسط أنا محتاج ده علشان أقدر أتعامل بيه كضمانة للاقتصاد المصري في المستقبل القريب. طيب دكتور خالد، إزاي إدارة الدولة في الوقت الحالي لمواردها المالية والاقتصادية بينعكس على المواطن العادي؟ خلينا نشوف حالة سجلتها كاميرا زي الشمس لمواطن عادي، المواطن أحمد مجدي كيف يدير حياته المالية والاقتصادية، وبعدين نرجع نكمل نقاشنا مع دكتور خالد زكريا. تفضل. السلام عليكم. صباح الفل. والله انا بقوم الصبح ان شاء الله، يعني كده على الساعة 10 الصبح ببتدي اغير هدومي وانزل، وبطلب من ربنا ان ربنا يكرمنا يعني في اليوم ده، فبتوجه على طول المحل وافتح على انتظار بقى على امل ربنا، يعني بستنى الرزق يجي بتاع ربنا يعني وخلاص. بالنسبة لليومين دول بصراحة الوضع الاقتصادي سيء جدا، فالواحد بيبقى عليه اعباء اضافية ازيد من اللازم. في طفله موجوده، في اكل وشرب، في حاجات كتير زي اي شاب لسه متزوج، يعني طفله لا قدر الله تتعب، عايزه دكتور، عايزه مصاريف اضافيه، البيت محتاج ايه في ظل الاسعار اللي عماله تزيد كل يوم. يعني هبسط مثال، الفراخ مثلا اللي كانت ب 14 جنيه بقت ب 19، طب يعني ايه هنوصل لحد فين؟ ب 20 جنيه كيلو. هي كانت بكام؟ ب 22 جنيه ان شاء الله. انا دلوقتي ما بقتش متوسط، انا بقيت محدود دخل، وبقيت اقل من محدود دخل كمان في ظل الاسعار اللي عماله تزيد تباعا. تقريبا يعني اقل حاجه يعني 3000 جنيه، ده اقل حاجه يعني.
يعني داخل بقى ايجار كهرباء غاز ميه المواد الاساسيه الغذائيه الاساسيه اللي بتيجي للمتطلبات اي بيت غليت. يعني مثلا ما تيجي تسال عليها الشهر اللي فات او الاسبوع اللي فات غليت عن دلوقتي الاسبوع ده غليت عن الايام اللي فاتت بكتير. حتى الراجل صاحب المحل اللي بيبيع خضار وفاكهه حتى هو ذات نفسه بيشتكي من الاسعار. يعني القوطه بيقول لي بجنيه ونص مش عارف كانت بكام. طب وبعدين يعني الموضوع هيستمر كده لحد امتى؟ حتى ده سؤالي مش سؤال انا كمواطن عادي بسال. طب بالك بالراجل اللي بيبيع ده الراجل البياع اللي قاعد عشان يكسب مثلا جنيه ولا اتنين في اي حاجه بيبيعها. طول ما انا جاي عمال افكر طب يا ربي ايه اللي ناقص، طب انا هعمل ايه تاني، طب انا مطلوب مني كده، طب اوفره ازاي. طبعا دي التساؤلات كلها بتدور حوالين الموضوع ده كله بحاول الاقي لها اجابات، بس للاسف يعني الحمد لله عمري في حياتي ما سمعت عن اسعار غليت ونزلت تاني. فانا كل تخوفي الفتره الجايه ان لو الموضوع استمر على كده في زياده في غلاء الاسعار اعتقد ان في هتيجي علينا اوقات مش هنلاقي ناكل. احنا دلوقتي يا دوب بنمشيها بالعافيه، طب اما تزيد اكتر من كده الموضوع هيوصل لحد فين؟ الله اعلم. فاتمنى واناشد كل حد مسؤول يا جماعه ارحموا شعب مصر.